اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده دايت رجيم صحيه، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. النهارده الاكل بتاعنا مكوناتنا في متناول الجميع. إذا صدور فراخ تقدر تجيبها من أي مكان، شوية بسطرمة، مفيش تلاجة في مصر بتخلى من شوية بسطرمة، والبيض بالبسطرمة اللي احنا بنشم ريحته الصبح من سابع دوره من كل البلكونات والحاجات دي كلها. ومعنا شوية كوسة النهارده وهنعمل الأكل بتاعنا رجيم. احنا اتفقنا مع بعض بنخش في جوه تفاصيل الأكلة ونشوف إيه المواد الدهنية المستخدمة والماتيريال بتاع الأكلة أو مكوناتها، ونهرب من الحاجة اللي فيها دهون أو فيها دسامة. الكوردن بلو من المطبخ الفرنسي، اخواننا الفرنسويين بيدلعوه، اللي هو الفراخ محشيه يا اما لحمه بارده يا اما ممكن انواع من الجبن كتير، حاجات لطيفه وكده، وبيقلوه طبعا في الزيت مع البقسماط. احنا هنغير القاعده دي وناخد الصدور الفراخ نحشيها بسطرمه ونشوي الكوردن بلو في الفرن. هنغلفه ببقسماط، لا هنغلفه بدقيق الذره، ويخش الفرن كده يبقى طالع لطيف ذهبي وشكله حلو قوي، يفتح النفس، يعجب الصغير والكبير. معانا النهارده الكوسه بالبشاميل، ما نتخضش، كوسه بالبشاميل للشيف المغازي، هيخش جوه تفاصيل الاكله ونشوف البشاميل اللي نعمله ازاي دايت النهارده، بدقيق الشوفان مع حليب قليل الدسامه من اي سوبر ماركت على الناصيه، هنجيبه طبعا دايت ونعمل شويه بشاميل حلوين بزيت نباتي ويبقى لطيف وزي الفل. الكوسه موجوده عندنا، وعندنا لحم كندوز او ضاني نسبه الدهون فيه ممكن تكون من 10 ل 15%، يعني بقدر الامكان يشيل الدهون اللي موجوده في اللحوم. بكده بنطبق الاكله ونعملها كوسه بالبشاميل. طبعا احنا بنشرح نظري للماتيريال بتاعنا والمنيو بتاعنا النهارده، ولكن الملعب هنا المطبخ، هنعمل الشغل دلوقتي عملي مع بعض. ولكن اخواننا المسيحيين كل عام وحضراتكم بخير، كالعاده شاشه التلفزيون المصري والقناه الاولى بتحضر كل المناسبات وما فتناش مناسبه، فراس السنه ان شاء الله لنا مفاجات مع عيد حضراتكم. ولكن النهارده حابب اعمل الكيكه صيامي بطريقتي الخاصه، هنجمع ما بين الاستوفاند والبرتقال في قلب الكيكه ونعملها زي صيام النهارده مع بعض لحضراتكم، لطيفه وجميله وعلى فكره صحيه 100%. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل مفاجات، وفي الحلقه بتاعتي معلومه غير معلومه، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقه هيمشي ازاي. إذا معانا صدور فراخ ومعانا شوية بسطرمة، معانا كوسة، ولازم دايما لما بقول المطبخ رؤية فن إبداع لازم نخش في تفاصيل السلوجان ده. العالم كله بيردده دلوقتي والله العظيم للأمانة، يعني يقول لك المطبخ مع المغازي رؤية فن إبداع على شاشة التلفزيون المصري. يعني ايه رؤية؟ يعني وانت نازلة تشتري الكوسة، نازلة تشتريها للمحشي ولا تعملها بشاميل ولا تعملها يخني ولا تعملها طاجن ولا تعملها صينية زي ما انت حب. فان وانت بتشتريها لازم تتخيليها وانت بتاكلها في الطبق، ده مهم جدا، دي الرؤية. الفن بيجي منين؟ وانت بتقوريها وبتشيلي قلبها ما تجرحهاش، لازم تطلع معاكي سليمة عشان لما تدخلي الحشوة تبقى الحباية بحبتها. الإبداع ان وصلنا لرؤيه الابداع، ان احنا نبدع في الشغل بتاعنا بحب، بنعمل اكل لاولادنا واسرتنا وحبايبنا وضيوفنا. انا النهارده مع بعض هنبدا باول حاجه طبعا الكوسه بالبشاميل، مقاديرها على الشاشه والصوره الحلوه، الكوسه معانا ولحمه مفرومه متعصجه نسبه الدهون فيها من 10 ل 15، ممكن تكون 10%، نسبه دهون قليله جدا. معانا اللحم المتعصج هنا اهوت قدام حضراتكم، ومعانا البشاميل هنعمله مع بعض. انا اللي يهمني في الاكله دي عمل البشاميل، اما اللحمه المفرومه ده حسب ما اللي موجود عندك، ممكن اللحم المفروم ده تجيب حته هبره حلوه تفرميها، ممكن تعملها من غير لحمه زي ما انت عايزه، مفيش اي مشكله. البياض اللي في اللحمه ده على فكره بصل مش دهون يا عم شفيق، خلي بالك، انا عارف انك مركز معايا كويس. تعالوا نعمل مع بعض شويه بشاميل بطريقه لطيفه كده، ده اللي يهمني في الكوسه بالبشاميل. ودايما مدرسه المغازي بتقول ايه؟ بشاميليات ومهرجان البشاميليات، لما نيجي نعمل كوسه بالبشاميل لازم البشاميل يكون تقيل. يعني ايه تقيل يا شيف؟ يعني لازم نحط في الاعتبار ان الكوسه دي فيها سوائل كتير، فلازم البشاميل يكون تقيل علشان الاثنين لما يصطدموا مع بعض في قلب الكاسروله يكملوا بعض وما بتبقاش مصيصه. اما لو هعمل باستا او مكرونه بالبشاميل، البشاميل يكون خفيف عشان لما تصطدم مع الباستا او المكرونه هتدينا نشويات، فالاثنين يكونوا برده مع بعض متلازمين زي الفل. ده نولعه كده مع بعض، عايز نار شديده شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شفنا المقادير، اقول تاني
كوسة. حاضر حاضر. معانا مين؟ أول اتصال من الحبايب. الله، أحسن من كل شيء في الدنيا. أدي كده اتصل، تمام زي الفل. هبدأ أعمل شوية بشاميل. أول حاجة البشاميل ده يعني ممكن تعمليه بالزيت، تعمليه بالزبدة، تعمليه بسمنة، زي ما أنت عايزة. ممكن ما تستخدميش لا زيت ولا سمنة ولا سمنة في عمل البشاميل، عادي خالص، لأن هو عبارة عن دقيق ومية. أنا معايا دقيق الشوفان أهوت، ومعلقة زيت زيتون للأمانة، وشوية الحليب بتاعنا من قلب السوبر ماركت. في حليب طبعا بيكون دسامة عالية، وفي قليل الدسامة، والحاجات اللي احنا عارفينها. وخلونا ناخد حسن النية، مكتوب على العلبة دسامة قليلة يبقى هو قليل الدسامة. حلو الكلام، بدون ما نخش في تفاصيل. معانا كده النار، هنحط معلقة زيت صغيرة، ما نكترش، ونحط دقيق الشوفان مطحون اهو زي الفل. نقلبه كده ياخد تحميرة. بما ان انا بعمل بشاميل بالشوفان، اطعمه شويه. اطعمه بايه يا شيف؟ فص توم يتحمر كده في قلبيه، بصلايه تتحمر في قلبيه، شويه ريحانه وشويه زعتر في قلبيه، يعني نهيئ الدقيق بتاع الشوفان كده. التقليبه دي مهمه جدا، اشوحه كده بس ياخد لون او ياخد طعم في نفس الوقت اهو، واتابعه كويس عشان ما يتحرقش مني ويغير طعم البشاميل بتاعنا اهو. عندي بصلايه صغيره كده بحطها تتحمر برضه ياخد طعم. نعم يا استاذي الفاضل. شويه زعتر، مضرب سيليكون، شويه لا ده مش موجود اهو، ده تحمير كده زي الفل. فتره ما انا بقلب كده البصله بتتحمر مع الروزماري او الزعتر او الريحان الاخضر زي ما انت عايزه. عندك البيستو صوص اللي هو طبعا ريحان ولوز، ويتفرموا وتحط معلقه منه مفيش اي مشكله، دي بتاعتك انت زي الفل. ننزل بالحليب، ما لها كوسه بالبشاميل، ما ينفعش ما نعملش بشاميل، ولكن نعمله ازاي مع بعض واحنا شغالين. التقليبه دي مهمه جدا. اجيب كده الحواف عشان اخد قوام منه. حلو. عندك شوربة لحمة أو شوربة فراخ مفيش مشكلة، عايزة تتخلصي من الدسامة بتاعتها، بتغلي طبعا على النار وبتسيبيها تبرد شوية، وبتشيل الدهون اللي موجودة على وش الشوربة بواسطة يا إما مغرفة فيها مكعبات من التلج بتمشيها كده على وش الشوربة تشيل الدهون، يا إما بتحطها في التلاجة تقعد لها 5 6 ساعات لغاية لما تبرد، طبيعي الدهون بتظهر على الوش وتطلع فوق تتجمد، بتشيلها بمعلقة مفيش أي مشكلة. المهم انك تستفيدي بالشوربه اللي موجوده عندك. ما عندكيش لا ده ولا ده، بيبقى عندك حل على النار كده، فابو كي جرنيه من الكرفس والبصل والثوم تقدري تستخدميها برده مفيش مشكله. على البشاميل هنا ما ياخد القوام بتاعه لازم يغلي طبعا. هنعمل ايه؟ هنشتغل مع الكوسه. هنقطع الكوسه ونشوف نسويها ازاي. هل الكوسه ممكن تستوي قبل ما نحطها بالبشاميل؟ الكلام ده طبعا بيحصل، سواء هنعملها صيام، سواء هنعملها صيامي، سواء هنعملها رجيم، سواء هنعملها عادي زي ما احنا متعودين عليها. باخدها زي ما هي كده اهو، بقطعها التقطيعه دي كده تكون سميكه، وعندي ميه بتغلي على النار فيها مصفى على البخار، لان دي مهمه جدا. في اسئله كتير على السوشيال ميديا بالمناسبه، يعني بيسالوا حلو السؤال جالنا دلوقتي على السوشيال ميديا يعني في وقته. قال لك الخضار يا شيف هيتشوح على النار زي كل انواع الخضار اللي بتعمله بالبشاميل؟ لا، الموضوع هنا مختلف شويه. انا هاخد الكوسه دي بعد كده اعمل لها حمام بخار اهو، يعني تستوي على البخار، ومع ذلك لازم احافظ على السوائل اللي موجوده فيها، لان احنا بنقع في مشكله ان احنا بنمسك الكوسه دي نسلقها، وبعد ما نسلقها نفقد الميه بتاعتها، يبقى انا كده ما استفدتش بالقيمه الغذائيه اللي موجوده في الكوسه. معانا اتصال. طيب حاضر زي الفل. الكوسه كده بالشكل ده كده اهو، التقطيعه دي مهمه، لازم تخليها ملحمه كده ولطيفه اهو. عشان كده بقول وانت بتشتري الكوسه، انت بتشتريها يا تعملها محشي، هتعملها بالبشاميل اهو، بحط شويه ملح في قلب الميه زي الفل. تمام، هاخد الكوسه زي ما هي كده اهي، واجي هنا يا عم اشرف جنب الميه اللي بتغلي على النار، بحط فيها شويه ملح حلوين كده،
لما احطه صحيح يبقى باين قدام اللي هياكل ان ده زعتر، بدل ما يقول لك البشاميل اللي لونه عامل ليه كده، غامق ليه كده، هو ده حرقت الدقيق، حرقت الشوفان وهكذا. فايه حسب الاستخدام. شوف البشاميل اللي معايا يا عم اشرف اهو، شوف البشاميل اهو، مخرجنا الجميل اهو، بشاميل زيرو دهون، بشاميل زيرو دهون اهو، بشاميل خفيف اهو. ممكن نعمل حاجه لطيفه قوي على فكره، نحط بياض، نحط بياض بيض في قلب البشاميل، بس لما نضيف بياض البيض للبشاميل نستنى على البشاميل ده لما يبرد، بعدين نضيف بياض بطين مثلا او بيضه، ده بيزيد من القيمه الغذائيه وبيدعمه وبيديله قيمه غذائيه كمان في نفس الوقت وبيديله قوام. ده تجويد. خلونا نطلع فاصل لان عايز اعمل تركية هنا كده. معانا الكوسه على النار بتستوي، بتتعمل على البخار، معايا اللحمه المفرومه متعصجه، معايا شويه بشاميل اللي فرحان بيهم بالشوفان، بقول زيرو دهون، ما فيهوش اي دهون، هحط له هنا بياض بيض ادعمه شويه لانه طبعا ما فيش شوربه، فانا عايز احط بروتين، هاخد البروتين من بياض البيض اللطيف ده كده، بس بعد ما يبرد البشاميل. هستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف تركيبه كوسه بالبشاميل من ثلاث حاجات، كوسه، لحمه مفرومه، بشاميل الشوفان، يجمعهم كسرولة في قلب الفرن، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، معانا شوفان عملناه بشاميل، وانا للامانه في الفاصل حطيت بياض البيض وقلبته كده اهو، حتى معانا اول ما طلعنا دلوقتي جا وانا بقلب بياض البيض مع البشاميل. اهم حاجه ما يكونش سخن. طب هو سخن يا شيف وانا عايز احط بياض البيض، حط شويه حليب زي ما عملت، للامانه المصداقيه شعارنا، انا حطيت شويه حليب مع بياض البيضه وحطيتهم وقلبتهم. ده معانا بشاميل اهوت، معايا فرسان التلفزيون المصري، بشاميل معمول من الشوفان، والشوفان مكنسه المعده. بشاميل والله كل منه وعلى مسؤوليتي انا، ده زيرو دهون. يتحط الشوفان مطحون سريع، ولكن مفيش مطحون، ممكن احطه سليم بس استنى عليه شويه علشان يبدا ان هو ايه يديلي الالياف الفعاله والغير فعاله اللي موجوده فيه. هناخد الشوفان نخليه على جنب، الكوسه بتاعتنا استوت زي ما انا شغال كده اهي، هاخدها كده اهو احطها في الكسروله دي. شوف التركايه دي بقى ونيجي هنا نطبق الاكله دي مع بعض. اللهم صل على النبي. حاضر، خليها جو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنا الابداع، مش احنا اتفقنا قلنا المطبخ رؤيه فن ابداع؟ لو اي حد هيعمل كوسه بالبشاميل هيحط البشاميل واللحمه المفرومه والكوسه او يحط لها طماطم وهكذا. انا هنا الابداع اللي انا بتكلم فيه اللي هو الحب، دي كزبره خضراء. الله عليك يا عم الشيف، دي كزبره خضراء كوسه بتحبها حلوه بطعمها بقى، ما هو اكل بيقول لك ايه يعني، يقول لك اكل عيانين يا شيف، بشاميل وبتاع ومفيش لا لا لا، خليكي معايا واحده واحده. معانا كمان للكوسه هنحط شويه شوفان، دي شوفان في قلب الكوسه اهو وهي سخنه كده، حلو الكلام؟ ونديها شوية بهارات من الملح والفلفل والبابريكا. وأنا شغال كده وادي بابريكا بطعم الكوسة. الليمون هنقول دلوقتي حاضر عينيا، تعالوا مع بعض نعمل ايه يا شيف؟ سنة كركم، أنا بحب الكركم دايما مع الأكلات دي زي الفل. أقلب ده كله مع بعضه أهو مع فص توم ني وهي سخنه، كل ده ينزل على الكوسه وهي سخنه. واقلب كده، الله الموضوع اختلف هنا. بنضرب عصفورين بحجر، يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني الكوسه دي هتنزل ميه وتصيص مني، اول ما تنزل اي سوائل هتلاقي الشوفان يمتصها. طب لو مش بعملها دايت يا شيف، انا صحتي زي الفل ما اختلفناش، عادي بتعمليها وتحط لها شويه دقيق وتكملي معانا نفس الفليفر والطعم، وتعملي البشاميل عادي، واللحمه المفرومه بقى تجيبها فيها دهون تعملها بالليه، دي طريقتك انت حره فيها. ده بالشكل ده كده. هناخد شويه بشاميل نحطهم هنا كده ونوزع البشاميل ده في قلب الصينيه، بشاميل داخله بياض بيض كوسه بالبشاميل رجيم
لمدرسة المغازي الرؤية والفن والإبداع. زي الفل. ومقادير الكوسة على الشاشة مع حضراتكم علشان اللي ما حضرش من الأول. برنامج بتاعنا بيجي الساعة 1 على شاشة القناة الأولى التلفزيون المصري، وعلى الفضائية المصرية الساعة 1 اللي بتتشاف في الكرة الأرضية كلها. والمفاجأة كمان، الحلقة دي هتتعاد يوم الاثنين لأنها رجيم، لأنها دايت ولكن صحية. حلو قوي. ادي كوسة لحمة المفرومة، ما حطيتش طماطم ليه يا شيف؟ الصراحة يعني أنا مش عايز طماطم، لأن الطماطم مع الشوفان ما بيتفقوش مع بعض، مع إن في شوربة الشوفان بالطماطم، بس أنا عايزها كده عشان كل حاجة من ديت تبقى منفردة بطعمها. اللحمة المفرومة المتعصجة كده منفردة بطعمها، فيها بصلة، فيها تومة، فيها بهارات ملح وفلفل وشوية زعتر بالشكل ده كده. زي الفل. آخد بقية الكوسة يا عم الشيف، أرصها كده اهو. الاكله دي جربيها واعمليها على مسؤوليتي. جوزك معاه مشكله مع السكر، مع الضغط، عايز يقلل وزنه شويه، انت عايزه تقللي وزنك شويه، عندك حماتك بالمناسبه وقالت لك يا بنتي والله انا عامله ريجيم ومش باكل الدهون، فاجئيها واعملي لها الصينيه دي حلوه. بلاش الفطير المشلتت وبلاش الرز المعمر، يوم في الاسبوع كده. شوفوا التركيه بتاعت الشيف بقى، انا حطيت جزء من البشاميل، طبعا مش هحرمها من ايه، شويه جبنه موزاريلا، لان في اطفال هياكلوا من الاكله ديت، في كبار السن، فانا خدت شويه بشاميل يا عم الشيف اهمت. زي الفل. ركزي معايا اهو، الخطوه دي مهمه جدا، ركزوا عشان الخطوه دي مهمه. وباخد شويه حليب اهو، جبنه موزاريلا على باقي البشاميل على شويه حليب، واقلبهم كده اهو، وهصبهم على وش الكاسروله. الجو ده حلو. دايما تعمليه لو بتعملي صينيه مكرونه بالبشاميل حتى. وهنزلهم كده وهدخلها الفرن دلوقتي، هتطلع لونها ذهبي، تتكلم مصري. غيرنا من مدرسه الكوسه بالبشاميل اللي بناكلها دايما دسمه اهو، وعملناها مع بعض بتفاصيلها بقدر الامكان رجيم عشان الشوفان. ما دي الشوفان. بيسالني المخرج سؤال جميل جدا، قال لي البشاميل ده انا بشوف المدام بتعمله انسيابي كده وناعم وزي الفل. معاك حق يا عم شفيق، البشاميل ده معمول من دقيق الشوفان غير الدقيق العادي. كوسه بالبشاميل بتجمعهم كسرولة، بشاميل معمول من الشوفان، كوسه من ارض طيبه مصر تخينه وحلوه كده وملحمه، عملناها على البخار، جبنا اللحمه المفرومه المتعصجه ببصله وتومه. الاكله اعتقد بنسبه 60% او 70% نسبه الدهون فيها او نسبه الدسمه فيها، لطيفه وجميله زي الفل، يعني دايت بنسبه 60-70%، مش هنقول دايت 100% لان حاطط شويه جبنه موزاريلا. انا هستاذن حضراتكم واطلع فاصل، لان هرجع بعد الفاصل اعمل الكيكه الصيامي لاخواننا المسيحيين بالبرتقال واليوستوفاندي، الاثنين حمضيات فيتامين سي. خدنا بشره اليوستوفاندي مع عصير البرتقال مع المكونات بتاعه الكيكه، هنشوفها مع بعض. عباره عن دي زيت نباتي، خاليه طبعا من البيض خالص، هتحط لها شويه بيكنج باودر ونشوفها تطلع نفشه ازاي، وهشه ولطيفه وجميله وزي الفل. وايه اسرار عمل الكيكه الصيامي؟ اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا تفاصيل عمل الكيكه صيامي. يعني هي بتختلف من ست بيت لست بيت، الامهات الطيبين بتختلف من مطبخ لمطبخ. هي الكيكه مكوناتها معروفه حافظينها، دقيق، ماده دهنيه ايا كانت زبده او سمنه او زيت، حليب، ممكن نستبدل الحليب بزبادي او الاثنين مع بعض مفيش مشكله، بيكنج باودر والبيض. تعالوا نشوفوا التفاصيل هنا، انا جبت شوفان وجبت دقيق الاثنين مع بعض، شوفان ودقيق، بلعب على الحتتين الصيامي، وفي نفس الوقت تبقى ايه، ما فيهاش، تبقى مش دسمه قوي، مش كلها دقيق. ومعانا الزيت النباتي تقريبا نص كوب، معانا سكر بودر، سكر فواكه برده عادي، ده موجود في اي سوبر ماركت، سكر الفواكه مطحون ناعم، ومعانا بيكنج باودر، ومعانا فانيليا، ومعانا بشره اليوسفي، ومعانا عصير البرتقال. حلو الكلام. دي التفاصيل بتاعه الكيكه. هنقلب كل المكونات مع بعض، السوائل لوحديها الاول كده، الزيت اهوت
دول كفايه زي الفل. بشره اليوسفي انا بحبها قوي على فكره. اهو عينيا اهو، ده يوسفي مع الزيت اهو. حلو، ننزل بالفانيليا. هو انت حاطط بيض يا شيف عشان تحط فانيليا؟ لا، ننزل بالبيكنج باودر على الشوفان، المواد الجافه بتتحط على بعضيها. ننزل هنا بالسكر الناعم. حلو، اتاكد ان هو اتقلب كويس كده. مقادير الكيكه صيامي بالبرتقان، تفاصيلها مختلفه شويه معلش. عباره عن بشره يوسفي، عصير برتقان فريش، كل حاجه دي موجوده فريش، والفاكهه عند الفكهاني موجوده. وعندنا دقيق نوعين، عندنا دقيق الشوفان مطحون ناعم عليه البيكنج باودر، ومعانا دقيق قمح عادي، ومعانا طبعا الفانيليا والبيكنج باودر. زي الفل، قلبتهم كويس. بشيل ده كده من هنا، اوسع الدنيا. بنزل بعصير البرتقال، اللهم صل على النبي. زي الفل. ايه السر بقى ان الكيكه دي دلوقتي تطلع معاك هشه يا عم الشيف؟ نقلب الشوفان مع البيكنج باودر، هناخد مع بعض. ادي مقادير الكيكه اهيت في قلب مكانها كويس كده يا شفيق، ايه رايك؟ عايزها على خشب احط لك على خشب، عايز اجيبها لك الكنترول اجيبها لك الكنترول. مقادير الكيكه في قلب القالب، هتدخلها الفرن بقى. خلي بالك هنا الفرن لازم يكون درجه حرارته 180 عالي جدا، لان مفيش بيض، فلازم الفرن تبقى درجه حرارته عاليه، لان اللي بيلعب الدور البطوله هنا ورافع للاثقال البيكنج باودر. بس خلاص، ناخد ده كده وفي قلب الفرن، وهنشوفها مع بعض ان شاء الله. زي الفل. عايزالها الوقت قد ايه يا عم الشيف؟ يعني من 15 ل 20 دقيقه، دي ما فيهاش بيض، مش محتاجه وقت كبير. في قلب. نقفل الفرن. احنا معانا وقت قد ايه يا رجاله يا شباب؟ معانا تقريبا 10 دقايق. لا لا ما تزعلونيش. طيب خلونا نتكلم عن حاجه حلوه قوي. الوقت بيسرقنا ان احنا بنخش في تفاصيل الاكله، والشيف المغازي هي دي مدرسته، ما بيسيبش فسفوسه زي ما بيقولوا يعني، غير لما يشرحها كويس. يعني بيعمل اكل رجيم، لازم اللي قاعد قدامي اللي ما عندوش ده ايه البدايل، ولازم يبقى فيه بدايل واحنا شغالين مع بعض، وده مهم جدا على فكره، لان ممكن ما الاقيش الشوفان يبقى انا مش هاكل اكل رجيم. لا عادي تستخدم الدقيق الاسمر عادي، طبعا بيبقى لطيف وجميل، الحبوب الكامله بيبقى ده بديل للشوفان وحلو في نفس الوقت. فانا عايز اعمل الكوردن بلو معيش الوقت، فانا هشرح كده حاجه، لان احنا اتفقنا المصداقيه شعارنا على شاشه التلفزيون المصري، يعني واضحين مع بعض، اللي مش بنعمله النهارده بنعمله بكره، بنعمله مع بعض احنا شغالين. احنا مش يعني احنا متابعين البرنامج واسره واحده بنتابع اكله امي. لما باجي اعمل الكوردن بلو التفاصيل بتاعته عباره عن صدور فراخ، الحشوه بتاعتنا بتبقى لحمه بارده ونوع من انواع الجبن، وبنقفل صدر الفرخه، وبعد كده بيتعمل بدقيق الذره. هي دي المدرسه بتاعت الكوردن بلو من المطبخ الفرنسي. الشيف المغازي عايز يعمله النهارده رجيم، هيعمله ازاي؟ انا هشرح نظري دلوقتي حالا، ولكن اول حضراتكم ان شاء الله باذن الله تعالى ده هيتعمل بكره مع حضراتكم. اهم حاجه نطلع من الحلقه بفايده. انا استبدلت بدل البقسماط اللي احنا بنقليه للكوردن بلو، استخدمت دقيق الذره، ده لطيف وجميل وزي الفل. ما عندكيش دقيق ذره ممكن تستخدم الرده، تحطيها الرده الناعمه اللي بنشوي بها السمك البوري او بنشوي بها الكبده، تجيب الرده الناعمه تطحنيها ناعم وتغلفي بيها الفراخ بعد ما تتحشي كويس وتشويها في الفرن. ما عندكيش رده ممكن تجيب الشوفان، رقائق الشوفان اللي استخدمناها من شويه موجود معانا هنا سليم. مش موجود، ده بيتجاب وفي نفس الوقت نستخدمه بدل البقسماط. انت بقى عايزه تعملي اكله بنسبه 50% 40% دسامه، ممكن تستخدم بقسماط عادي. بنعمل هعمل واحده كده مع حضراتكم سريعا اهو، واحنا واقفين كده والمقادير على الشاشه. ادي صدر الفرخه، بشيل الموزه دي كده وباجي هنا بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل نجيب اللقطه دي معلش حبيب قلبي،
اساتذتي فرسان التلفزيون مصر اهو. طبعا انا بعملها وانا ماسكها في ايدي، انت ممكن تعملها وانت على البلانش. بنفتح صدر الفرخه زي الجيب اهو، زي الجيب اه 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 بالشكل ده كده اه. خلي بالك عشان ما تفتحوش للاخر. بقت معايا صدر الفرخه كده اه اه، حلو قوي يا شيخ اه اه. بتبله بعصره ليمون وشويه ثوم وشويه فلفل اسود وملح. ثوم اه، وانا واقف برضه هعمل الطريقه دي. ادي الثوم عليه كده عشان الزفاره، ومعانا فلفل اسود وملح. حلو الكلام. وبعد كده بحشيه. لا لا ايوه ده السؤال دلوقتي من الكنترول. ممكن نحط توم باودر؟ خالص لا توم باودر ولا بصل باودر، الاكله دي بريئه من الباودر. مش هنحط اي ماده دهنيه، ما ينفعش احط الزيت هنا خالص ولا اي حاجه ماده دهنيه، لان لو حطيت ماده دهنيه الحشوه بتاعت اللي انا هغلف بيها مش هتمسك في الفراخ. كده اصبح هنا التتبيله من جوه توم وملح وفلفل. باخد البسطرمه بتاعتي زي ما هي كده اهي اهي، بحطها جواها كده. الله اهي اهي اهي. الكوردون بلو على طريقه المغازي ريجيم، مش بنسبه 100%، لا يعني بنسبه كبيره بنهرب من الدهون والدسامه اللي موجوده في الاكله. حشيتها بسطرمه كده، ممكن احط شويه بقدونس بقى حلوين كده اه اه حنيه اه زي الفل. ده بقدونس اهو تمام. هنقفلها بالشكل ده كده. لما اجي اقفلها ممكن تتفتح وانا بشويها. اعمل ايه بقى التركايه؟ بجيب شويه دقيق صغيرين كده، شوفوا بس المطبخ لما بيتكلم مصري اه اه، بحطهم كده على اطرافها اه عشان تلزم معايا اه، واقفلها كده بايدي اه اه اه. شفت القفله دي؟ مستحيل تفتح اه زي ما هي كده اه. حلوه. هتقول لي يا شيف مغازي بتضحك علينا، طب ما انت لما تيجي تعمل الفراخ دي لازم تحطها في بيض يا محترم، علشان طبعا لما تحطها في البيض لازم ايه؟ تمسك. لا خليك معايا للاخر اه. شويه حليب، الله عليك وعلى والديك، واحط على الحليب ده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي اه. وانا شغال معلقه دقيق صغيره واقلبهم كده. ما عملتش حاجة اه، شوية دقيق اه، احط عليهم شوية فلفل شوية ملح اه، وبحط صدر الفرخة اللي انا حشيته بسطرمة وتبلته بالثوم واخده ماسك اه في ايديا اه اه زي الفل، واحطه في التتبيلة دي كده اه اه. اللطافة والبساطة اه، واخليه اشبعه كده اه، واخده زي ما هو كده اه، واحطه فين يا عم الشيف؟ في دقيق الذرة اه اه، اغلفه كده من الجنبين اهو، وهشوي في الفرن. الله عليك وعلى والدك اهو. عندي صينيه فيها ورقه زبده لطيفه وجميله اهو، واخده زي ما هو كده اهو في قلب الصينيه. دي الخطوات بتاعت عمل الكوردون بلو زي ما شايفين حضراتكم، وبقدر الامكان نهرب من الدهون والدسامه اللي موجوده في تفاصيل الاكل. ودي سياستنا لما بنعمل اكل رجيم. نطلع مع بعض الكوسه بالبشاميل، نبص عليها ونشوف اخبار البشاميل الجراتان بتاعنا، خد لون ولا ما خدش. ومعانا كيكه في الفرن، نجهز لها كده الكفر بتاعها اه. نعمل واحده كمان كوردون بلو حابين؟ انا معاكم. حاضر زي الفل. طيب هنطلعها دلوقتي الكوسه من الفرن. اللهم صل على النبي آه. ايه الجمال دي؟ ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف؟ آه. كوسه بالبشاميل، بسم الله ألف هنا وشفا للي ياكل. حلو. ومعانا الكيكة بتاعتنا، معانا وقت نبص عليها كده. دي عايزة لها كمان 10 دقايق تقريبا. كيكة صيامي في الفرن، دي 10 دقايق بنفس المكونات اللي احنا عملناها مع بعض، هتطلع معانا هشة ولطيفة وزي الفل. وأوعدكم إن شاء الله بإذن الله تعالى بكرة بإذن الله هنشوف مع بعض تكملة الكوردون بلو. للأمانة زي ما بتفق دايما، اللي احنا مش بنكمله مع بعض بنكمله تاني يوم، لان احنا اسرة واحدة، واكلة ام دي من كل بيت مصري، من كل بيت عربي، من كل بيوت العالم، من كل ام عظيمة بتتابعنا. بنوصل لمرحلة ان اكل الام ما يتعوضش، ولكن الام ممكن تكون عندها 20 سنة، ممكن عندها حسب العمر، ولكن ازاي تعملي اكلة ما تنساهاش حتى لاولادك بعد ما يتجوزوا وكمان يخلفوا، ده مهم جدا على فكرة. هستاذن حضراتكم، طبعا حلقتنا خلصت وقدرنا ان احنا نشرح تفاصيل الاكل، لان احنا بندرس المطبخ الصحي اكتر من ان احنا بنعمل الاكلات زي ما حضراتكم شايفين. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.
We'll be right back.